لم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجامعية التي يستحقها، وبالتالي لم أستطيع أن أتزوج أو أن أنفق على أسرة، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل.
يا رب تكون وصلت بالسلامة زي ما قال لي شادي. الأكل ده بيتي مش من الشارع، مامي اللي عاملاه مش أنا عشان تطمن. سخن وتعامل، تلاقي الأكل بيتي وحشك. أنا مضطرة أسافر القاهرة وهرجع قبل ميعاد حظر تجول بإذن الله. أنت ممكن تلاقي شباب جايين من الاعتصام مخصوص عشان يستحموا، ما تقلقش لو لقيت معهم مفاتيح. حاول ما تنزلش من بيت إلا لما أشوفك الأول. لو عاوز تنزل لأي سبب قهري ده رقم موبايل. منى، الحمد لله على سلامتك. بتاعتكم دي مش توطوا صوتكم عشان ابوكم اللي نايم؟ والله العظيم ان مسكته لاقول لا انا هصححه لكم بقى، ده ما فيش تربيه يا اولاد الادب. مش الراجل نايم يا اولاد الادب كده هتصحوه يا حسين؟ الله اكبر. ايه يا اخويا انت كنت هتضربني كده؟ قول يا حرام عليك، الخضارات والفزع اللي انت عاملاه لي ده غلط عليا. مش كفايه طول الليل سهران في اللجنه الشعبيه عشان احميك انت وعيالك؟ ما خلاص بقى يا حسين، هي سيره ولا ايه؟ ما احنا طول النهار والليل عمالين ندعي لك، وطول النهار في الرايحه وفي الجايه اقول لك اشكرك يا حبيبي وربنا يخليك لينا. اعمل ايه تاني؟ ده غير البوفيه اللي انا فاتحاه طول النهار والليل، ايش شاي وقهوه وفاكهه، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ تصدق بالله لو الحراميه كانوا هجموا علينا ما كانوش هيخسرونا الخساره دي كلها. وانت كنت دافع حاجه من جيبك؟ يا سلام، امال يعني المحل ده ايه، مش بتاعي زي ما هو بتاعك؟ وبعدين اسمع، الثوره اساسا قامت عشان تطهر البلد من الحراميه، مش عشان نسرق بعض. استغفر الله العظيم، انزل انا النهارده ازاي افتح المحل ولا انزل اقف في اللجنه الشعبيه عشان احمي الشارع وانت طيرت النوم من عيني؟ انت عايز ايه يا هدى؟ انا يا اخويا كنت عايزه منك كل خير، ما تحرمش منك ابدا. انا عاوزاك تروح للراجل بتاع الوصله تقول ان القنوات كلها مدخششه والجزيره بايظه وقنوات بتقطع. الله يخرب بيت الوصله على الدش، انا كان عقلي فين عشان اركب الوصله دي؟ كان ماله التلفزيون الارضي؟ لا ما ينفعش، انت ما سمعتش بابا لما قال ما تصدقوش القنوات الارضيه بتقول كلام كده؟ وبعدين يعني انت تصدق ان ابويا واخويا احمد متمولين من بره؟ ما كان بان عليهم اي حاجه. طب ما يمكن ضربوهم في الفلوس وفي ناس تانية هي اللي خدتها. لا ازاي يعني؟ اذا كان ابويا واخويا احمد من قاده الثوره، ده غير ان اخويا محمود من اوائل الناس اللي حاولوا يقتلوا الريس. يعني لو كان بيجيلهم تمويل من بره كان زمانه جه. طب والنبي ما تتجعسيش قوي وتقولي من قاده الثوره، لحسن الثوره تفشل ويعلقوهم على المشانق وياخدونا معاهم في الرجلين. بعد الشر عليهم والله اكبر، فلالا ولا فالك، ما تقولش كده. يلا بقى يا جوزي يا عسل، قوم كده يلا يا اخويا عشان تروح للراجل بتاع الوصله عشان يعمل لنا القنوات، عشان انا عايزه اطمن على ابويا واخويا، وكمان محمود ممكن يكون هرب وعايزه اطمن. ما تسيبينا انام انا يا هدى وتبعتي حد من العيال. خيبك راجل، ما بتسمعش في التلفزيون لما بيقولوا ان في عصابات بتخطف العيال وبتتاجر في اعضائهم؟ عايز عيل من عيالك يحصل له كده؟ دلوقتي بقيت تصدقي كلام التلفزيون؟ ثم دلوقتي مجنون مين ده اللي... وكلفت نائب رئيس الجمهوريه بالحوار مع كافه علي وعلى غيري بما لنا او علينا. الراجل هيسيبها لكم مخدره عشان حبيب القلب وابوه واخوه ينبسطوا. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم.
منى مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على ايه؟ انت ما سمعتيش خطاب الرئيس ولا ايه؟ مش قال مش هيترشح تاني؟ لا ازاي سمعتي؟ بس بصراحه مش شايفه اي حاجه في الخطاب يعني فرح الدرجات دي. الله، هو احنا كنا نحلم بربع اللي حصل؟ الراجل قال انه مش هيترشح تاني وغير الحكومه بالكامل. غريبه قوي انك مصدقه قوي كده. دي اكيد كنت تسيب الثقه دي لحد ما تكواش من نار كذبه قبل كده. ايه يعني هيكذب على الملايين دي كلها؟ ما طول عمره بيكذب على الملايين دي كلها. انا عارف بقى انت جايه لي انا. انا شايف ان اللي حصل ده كويس. ده على اساس ايه بقى يا محمود؟ هنام يصحى يبقى حد تاني؟ فبجد انا مستغربه جدا المنطق بتاعك ده. ده انت بالذات لو دخل عليك كده وحلفلك على المصحف ما تصدقوش. في ايه؟ ما بالراحه علينا يا استاذه منى. تنسيت ان انا كنت معذور عن الدنيا باللي فيها؟ انا لسه مجمع الحاجات دي كلها من الجرايد والتلفزيون. انا اسف يا محمود، بس فعلا الخطاب بتاعه ده احبطني جدا. انا حتى ما قلتلكش الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. المهم طمنيني، احمد عامل ايه؟ تمام. انا كنت لسه ما افتح النهارده الصبح، فرح جدا لما سمع عن مكالمتك انت وشادي. انا جالك على فكره مخصوص انت تسمع صوته. واحده شبكه لسه واقعه في الميدان. طب ما تجربي على موبايل شادي. لا، انا بكلمه على موبايل شادي، تليفون احمد مقفول. لا ما تحبطش قوي كده، انا متفقه معاه الساعه 9 هكلمك على التليفون هنا. خلاص. طب اخبار ابويا ايه؟ انا سمعت انه نزل الاعتصام بتاع اسكندريه. شادي قال بصراحه الاعتصام فيه ناس ياما، يعني مش قادر اقول لك هو بيعمل ايه بقى بالظبط دلوقتي، بس انا كلمت طنط وقالت ان هو كل يوم بالليل بيكلمها وكله تمام. اطمن. انا كلمتها واطمنت عليها بس من بعيد لبعيد. بقول لك يا منى، انا كنت عايزك تقابل ابويا، يعني كنت عايزك تطلبي منه. برضه شادي قال بص انا لازم امشي دلوقتي، اتاخرت جدا على البيت، لما اروح وماما تنام هبقى اكلمك في التليفون واتفق على كل حاجه. تمام؟ تمام. تصبح على خير. انت من اهل الخير. ده ايه الحوسه دي؟ ربنا يعديها على خير. اروح يعني يا فاطمه؟ انا مش همشي من الميدان الا ما الراجل ده يمشي. ايوه يا اخوي، ما انا سامعه الناس كلها في الميدان عماله تهتف وتقول مش هنمشي، هو يمشي، هو برضك واحد زي ده هيمشي بالسهل يا عبد الناصر؟ ما تسيبوه بقى يكمل الست شهور، ارحم من الست سنين. يا راجل يا فاطمه، بقى انا اللي عمري ما صدقت الراجل ده وقت ما كانت الناس كلها مصدقاه اول ما جه وقال الكفن ملوش جيوب، عايزاني النهارده اجي واصدقه؟ عليا الطلاق ماني ماشي من الميدان الا ما الراجل ده يحل عن سما البلد دي. ايه ده يا عبد الناصر؟ ده انت اول مره تحلف بالطلاق يا راجل، عمرك ما عملتها قبل كده. اخص عليك كده يا عبد الناصر، اهون عليك برضو. وبعدها لك بقى يا فاطمه، انا مش هضيع المكالمه في محايلات ملهاش لازمه، انا بجيب لك من الاخر. انا مش همشي من الميدان الا ما الراجل ده يمشي ويسيب البلد دي ويحل عن سماها. ماشي اللي تشوفه يا عبد الناصر. وانت من امتى يعني كنت بتعمل لي اعتبار؟ ده الشحططة اللي شايفاها الناس كلها اليومين دول مع جوازتهم في يومين الثورة انت طول عمرك موريها لي. انت كنت بتقعدي تقولي لي ايه اللي بتعمله ده ملوش لازمة، هو هيغير في ايه يعني؟ اهو شفتي البلد كلها فائق وصحيت والشعب طلع عارف وفاهم وواعي. ربنا يجيب العواقب سليمة. أنا سمعت إن في مظاهرات بكرة بالملايين طالعين يأيدوا مبارك، افرض بقى جم عليك ومسكتوا ببعض. إيه؟ ملايين تطلع عشان تأيد مبارك؟ ده تلاقيهم شوية رجال أعمال اللي استفادوا من عهده بيطلعوا العمال بتوع المصانع بتاعتهم بالأمر، مش هيعرفوا يعملوا كده كمان. اسمع اسمع اسمع، عشان ما ننكيش زعلانة عندي ليكي خبر هيفرحك. قول يا أخوي خير. في ناس من هنا راحوا المليونية بتاعت ميدان التحرير وشافوا الواد احمد هناك واقف مع شباب اسكندريه، هو حلو وزي البوم. بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ انت متاكد؟ ايوه والله يا ستي، هو حلو هناك وزي الفل، واتفقت معاهم كمان يجيبوا تليفون الشقه اللي بينام فيها، وبكره ان شاء الله هكلمه وهخليه يكلمك ورجله فوق رقبته. يا سلام يا اخويا، طب ولما هو تمام وزي البوم ما بيكلمش امه ليه بقى؟ ها؟ ما بيكلمنيش ليه؟ اكيد في حاجه. يعني لو قلت لك الحقيقه هتزعلي؟ لا قول خلاص مش هزعل. ما هو عشان اللي انت بتعمليه دلوقتي هو عارف،
تلاقي قال لو كلمتها هتقعد تعيط لي وتحلفني اني اردى، تلاقيه خدها من قصرها وقال ما كلمهاش. هيجيبه منين؟ ما هو جايب قسوة القلب دي منك انت يا عبد الناصر. طب عليا النعم، لو ما قلت له امك هتموت لو ما كلمتهاش، وان قلبي ما هو ده اللي بقولك عليه. لو ليا افهمي، قلتلك 100 مرة الواد احمد ما بيحبش سكة الكلام دي خالص. بدل ما تقعدي تولولي ادعيلنا ان ربنا يفك كرب البلد دي، والراجل اللي لازق في الكرسي ده يغور في 60 داهية، وساعتها هنرجع لك سالمين غمين. طيب يا اخوي، طيب يا اخوي، مع السلامة. طمن قلبي عليك يا ابني، والنبي يا رب تكرمه بترجعه لي بالسلامة. يا رب يخليك لي يا احمد انت ومحمود، وما يحرمنيش منكم ابدا. التفتيش النهائي للمنطقة حوالين السجن انتهى من ساعة تقريبا، وبين كل الجثث اللي لقوها مفيش أي أثر لجثة محمود ولا جثة عبد الرحيم. يا خسارة، لسه ربنا كاتب لهم إن هم يتقبض عليهم ويقرفونا معاهم. يا فندم أنا خايف إن هم حد فيهم يوصل للصحافة ولا الإعلام، وسعادتك عارف محمود ده عملها قبل كده. ما يوصل، أنا مش قلقان، أنا قلقان من واحد بس، إسماعيل. لا يا باشا، بالنسبة لإسماعيل فاطمن خالص، إسماعيل في الحفظ والصون وآخر تمام. وبعدين محمود ده لو راح للإعلام وراح لأي جورنان ولا فضائية من اللي بيساندوا الفوضى بيثيروا الناس دول، محدش هيصدقه، هيسمعوه على إنه واحد هربان من السجن. ما عندك الواد بتاع حزب الله ده مش كان في التلفزيون؟ حد سمعه ولا عبره ولا صدقه؟ الناس يا عم مش فاضية، الناس عايزة تطمن على عيالها وبيتها وشغلها. وبعدين عندك خطاب الرئيس ده عامل شغل جامد في الشارع، يسلم إيدين اللي كتب ده. اللي كتب الخطاب ده حتة ولد، يا عارف ازاي لعب الناس صح. فكرني بقى لما نخلص الهوجة دي نبقى نبعت له يدي دروس في كيفية التعامل مع الناس والتلاعب بيهم. اصبر بس، النهاردة هتشوف الناس ازاي هتخرج وتدي العيال دي بالجزم. والله يا فندم الاعداد اللي خارجة في المسارات لغاية دلوقتي اقل بكتير مما كانت متوقعة، سواء اذا كان في مصر ولا في اسكندرية. انا كنت فاكر ان الاعداد هتبقى اكتر من كده بكتير. يا ابني الناس عايزة تطمن، اول ما يلاقوا الميادين بتفضى وتتفض من الخيانة اللي فيها هتلاقيهم نازلين بالملايين يقول لك احنا اسفين يا ريس وبنروح بالدم هنكمل المشوار. في ايه يا ابني؟ انت مش من بلدي وعارف. مش عارف يا فندم والله، انا حاسس ان الموضوع المره دي مختلف. لغايه دلوقتي مفيش حد طلع غير الناس اللي تبعنا وتبع رجال الاعمال وقيادات الحزب. في ناس عاديين بس مش بالنسبه اللي متخيلها. جايز اكون متشائم بس هو ده اللي انا شايفه. ما تفقرش فيها بس، استنى كده لما الميادين تفضى وانت هتشوف. يا ابني انا عامل دكتوراه في الشعب ده. طب تصدق اهم حد في القضيه بتاعتكم دي هو الواد بتاع طنطا اسماعيل. ده هنوصل له ازاي؟ ده اكيد بعد ما شهد ضدنا تدور الامان التمام وشقه ووظيفه من المحافظه، واكيد خفوف مكان ما حدش يعرف يوصل له فيه. اكيد، بس برضه هو هيعمل باصله وهيحاول يتصل باهله ويديهم فلوس ويودهم. ساعتها بقى احنا لو ركزنا مع اهله في طنطا هنوصل له. دول هنوصل لهم ازاي؟ انا ما كنتش عامل حساب ان كل ده هيحصل عشان اخد عنوانه في طنطا. الحاجة الوحيدة اللي عرفها عنه إن أبوه عنده محل عصير قصب جنب السيد البدوي. مش الله يا سيد يا بدوي. أنت عارفة؟ إحنا لو لفينا على كل محل سألنا صاحبه وعندك ابن اسمه إسماعيل وشربنا كوباية عصير هيكون جالنا السكر. لذلك أنا اطمنت عليه. ما دام بتغلي في اليأس كده بشوية تريقة يبقى أنت خلاص محمود زي ما أنت. السجن ما غيركش زي ما بتغير ناس كتير. يمكن عشان ما لحقتش. بركة في الثورة بقى. أنا لو كنت كملت شهر واحد كمان في الانفرادي ده الله اعلم كنت هبقى عامل ازاي النهارده. بص يا محمود، انا مش عايزاك تقلق، ان شاء الله ربنا هيكرمنا في الثوره دي وهتكتمل وهيتغير النظام، واكيد النظام الجديد اللي جاي هيبقى فيه قضاء مستقل وهيعيدوا هيكله الداخليه. في الحاله دي انا كمحاميه اقدر اطلب كل المعلومات اللي انا عايزاها من اي جهه رسميه عشان اثبت براءتك، واكيد الجهات الرسميه ساعتها مش هيبقى ليها اي مصلحه ان هي تظلم مواطن بريء. الله الله، بلسم. مش بقول لك بلسم؟ وساعتها بقى طبعا المواطن المصري الشريف هيقف وسط شقته الشرحة البرحة ومقطين وصالة ويقول كفاية كفاية عدل بقى شيخة. لا فعلا السجن ما غيركش خالص، لسه تريقتك رخمة زي ما هي. بقول لك ايه، انا عشان جبت لي فلافل محشية بس اكتفيت بالتريقة، انما الكلام اللي انت قلتيه ده عايز رد تحت بند الفولكلور الاسكندراني. ها ليه؟ وانا كنت قلت ايه يعني؟ طب يا سيدي بلاش تحترمني، احترم العيش السخنة اللي جايبه لك عشان تفطر. انت هتذلي امي عشان جبت لي فطار بقى؟ انت بقى عايزاني افضل هربان لحد ما النظام يسقط والقضاء يبقى مستقل والداخليه ايه يا اختي؟ هيكلوها. والله ما تعرفي تقوليها تاني.
لا بجد يا محمود، كله بقوله ده لازم يحصل. امال بقى الثوره قامت ليه؟ والناس اللي استشهدوا في الشارع دول ضحوا بارواحهم ليه؟ بقول لك نجدك، نجدك التليفون ده، يا رب يبقى احمد ان شاء الله. مين مين؟ الو مين؟ معاك اللواء رفعت البتنوني من امن الدوله. في احد المواطنين الشرفاء بلغنا ان عندكم متهم هربان في قضايا خطيره اسمه محمود عبد الناصر، فقلنا نتاكد قبل ما نبعت قوات للقبض عليه. يعني انت اللواء رفعت البتنوني ذات نفسه؟ بنفس ذات روح امه. طب حيث كده بقى انا مواطن اشرف من اللي بلغكم بالمعلومات دي، وعايز ادلكوا على متهم اخطر هو اللي لبس المتهم الاولاني في الحيطه يوم ما راح له وساب له الشنطه. الله يحرق اليوم اللي استلمتها منك يا اخي. الله يخرب بيتك يا كبير، انت كده مش مسامح بقى. مسامح بس لما اشوفك يا احمد، اما رنتك علقه من بتوع زمان فاكرهم؟ الا انساها، دي علامات في حياتي وفي جسمي، بس الكلام ده كان زمان خلاص. انا دلوقتي بضرب وانا بتضرب. بضرب وانا بتضرب؟ ايه لغه جديده نزلت دي في السوق ولا ايه؟ بقول لك ايه، رغم ان انا مش فاهم منك ولا كلمه، بس اهم حاجه قلتها انك هتتضرب. بالذمه دي مكالمه بين اخين ما شافوش بعض بقالهم ياما، ونام انتوا مجانين. دي منى؟ قولها ان هي مش فاهمه حاجه، ولاد عبد الناصر ليهم طريقه في المحبه. يا عم مش هتفهم كلامنا. المهم انت عامل ايه يا ابن الكلب؟ وحشتني. شفت يا احمد؟ اهو الشعب عملها لوحده يا اخي، ولا كان ليه لازمه بقى المتفجرات ولا الملطوف بتاعك ده؟ لا والنبي يا شيخ، مش ده الشعب اللي عمره ما هيثور؟ واللي انا بعمله انا واللي زي ملهوش اي لازمه؟ كل ده تضييع وقت وعمرنا هيضيع زي ما عمار ابهاتنا ضاعت؟ مش ده كلامك؟ ما تفتيش بقى وتقول لي ان انت كنت متوقع اللي حاصل. انت اساسا لما كان بيخرج معاك اتنين زياده في المظاهره كنت بتحس بعزوه. عندك حق، الشعب فعلا فاجئنا كلنا، نسبه الاحرار فيه طلعت اكتر بكتير مما كنا نتوقع. اه شوف، لسه الثوره ما نجحتش وابتديت تتعنطز وقسمت الشعب احرار وعبيد. مين قال لك ان الثوره ما نجحتش؟ الثوره دي نجحت يوم 28 لما الناس نزلت بالملايين وكسرت حاجز الخوف لاول مره في تاريخ مصر، وكل اللي بيعمله النظام ده مقوحه، ولا هيقدم ولا هيأخر. انت ايه يا ابني؟ انت مش عايش معانا في البلد؟ انت ما شفتش الناس اللي نزلت بتهتف للرئيس؟ مين دول؟ ونسبتهم قد ايه بالنسبه للملايين اللي نزلت يوم 28؟ يا عمي ده اللي مش نازل منهم بفلوس، نازل عشان اتضحك عليه من الاعلام، فهمونا امان عياله هيبقى لو الراجل ده قعد 6 أشهر كمان. قلت لي ايه على خطبه امبارح؟ اقول له؟ ابوس ايدك، هيديني خطبه نضال وانا مش ناقص. معاك يا احمد، معاك، هروح فين؟ قول لي يا محمود، انت لو كنت موجود في البيت يوم 28 كنت نزلت؟ لا طبعا، وانا ايه اللي هينزلني؟ انزل ازاي قصاد نظام وانا مستفيد منه؟ وظيفه زي الفل، مرتبي تمام، بتعالج انا وعيلتي على نفقه الدوله. انت نسيت ان اخر عمليتين شفت لامك كانت على نفقه الدوله. الله يخرب بيتك يا محمود، والله وحشتني. هشوفك امتى يا ارهابي؟ مش عارف، ما تنزل انت وتيجي معانا التحرير. انزل فين يا راجل؟ ده انا جيت هنا باعجوبه. ما تيجي انت يا احمد، عايز اشوفك اطمن عليك. لا يا عم، انا مش هتحرك من هنا غير لما النظام ده يروح في 60 داهية. حلو قوي، يبقى احنا هنتقابل كمان 60 سنة ان شاء الله. ليه؟ وانت عندك شك ان ده هيحصل؟ يا سيدي وانا اكره، انا بس ما بحبش اتعلق بحاجه عشان مضاعفات خيبه الامل، ما انت عارف. صحيح الكلام اللي قالته لي منى انك عايز تهرب بره البلد؟ اه صحيح يا احمد، مش هلاقي وقت انسب من كده عشان اهرب. مفيش بوليس والحدود مفتوحه. يا اخي الواحد بيتمنى يبقى معاه فلوس عشان يهرب زي الحراميه الكبار. طب دول حراميه وبيهربوا، انت بتهرب ليه؟ اهرب من ايه؟ انت مش معانا من اول خط ولا ايه؟ يا محمود انت هربان من قبل حكايه القضيه المتلفقه دي؟ مش هنضحك على بعض. من ساعه ما قتلوا لك حلم التعيين وانت هربان، حبيت شيرين وسبتها، وهربت من ضباط امن الدوله اللي في رشيد على بورسعيد، وحتى وانت شغال في اسكندريه وقبلها في مصر، ولما كنت شغال عند خالنا في السلوم برضه هربت. كل ده كنت بتعمله عشان بتحضر للهروب الكبير. الهروب اللي مفيش بعديه رجع محمود. مش عوايدك يعني. بيقول عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس. مش انت بتقول عدس يا احمد؟ ما تزعلش مني يا كبير، بس انت لو ما فهمتش ان المره دي الهروب خلاص ما عادش ليه لازمه تبقى غلطان. البلد خلاص رجعت لنا يا محمود، ولو سبناها تروح مننا ما نستاهلش نعيش فيها اصلا. بقول لك ايه؟ انت هتكلم امك امتى؟ كنت خايف اكلمها فتعمل لي مناحه وتقول لي ارجع، بس حلمت بيها امبارح بالليل فقلت اموت اسمع صوتها بقى في كلمه.
جدع، بس لما اتكلمها بقى ما تقولش ان احنا اتكلمنا خالص، ما تجيب لهاش سيرتي. ليه؟ مش لازم اطمنها عليك؟ معلش، كويس ان هي اطمنت عليك وعرفت انك حي. اطمنها اقول لها ايه؟ هربان وممكن يتقبض عليا في اي وقت، او اخد اي رصاصه من لجنه شعبيه او من مواطن شريف. لما اعرف هعمل ايه هبقى اكلمها يا احمد. محمود انا اسف، حقك عليا، والله ما كان قصدي اورطك معايا. مش زعلان منك يا احمد، مفيش اخ بيزعل من اخوه، وبعدين ده نصيب يا اخي، مفيش حد بيزعل من نصيبه. وبعدين ما انا اتشددت قبل كده في امن الدوله، كان دخلك انت ايه؟ خلي بالك من نفسك وسلم لي على منى. لا اله الا الله محمد رسول الله. الو، اي انت؟ حصل الكلام ده؟ يا نهار اسود، سيوف ايه ومولوتوف كمان؟ في حد اتعور؟ ياه للدرجه دي؟ طيب طيب انا جايه حالا. مسكت بلطه جايه ايه؟ اسمع، قبل ما تسلمهم للجيش لازم تسجلوا لهم اعترافات بيقولوا فيها مين اللي دفع لهم عشان يعملوا كده، دي حاجه مهمه جدا. ماشي؟ طيب حلو، خدوا بقى الكارنيهات بتاعتهم دول احتفظ بيها. اه طيب طبعا، دي حاجه، دي ادله. طب خلاص انا جايه. طب اسمع، انا هطلع على المكتب وبعدين بقى لما الدنيا تهدى هشوف حصل لكم ازاي. مش مش عارفه دلوقتي هتصرف في ايه يا منى؟ في ايه؟ في بلطه جايه طلعوا على الناس بالسيوف من التوف عشان يفضوا الاعتصام بتاع قائد ابراهيم. مش عارفه، في ناس كتير قوي اتعورت، في عركه جامده جدا شغاله دلوقتي هناك. ساتر يا رب. بص انا لازم امشي، خلي بالك من نفسك. محمود ما تقلقش خالص، انا هبقى اطمنك على بابا، خليك مكانك. ابو حنفي ازيك يا ابو؟ قلقتني عليك يا ابو. ليه بس يا حاج؟ صدقني مفيش حاجه تقلق يا ابو. لا، امك قالت لي انك اول ما رجعت من اسكندريه خدت السناره وطلعت على البحر على طول، فبصراحه قلقت. لا يا حاج، فاكرني هرمي نفسي في البحر ولا ايه؟ انت عارف يابا انا لو اضمن اني هخلص كنت عملتها، بس الله يسامحه بقى اللي علمني العم من صغري. طب انت عارف يابا حتى لو رميت نفسي في البحر جوه دوامه هلاقي بدل المركب اسطول مراكب جاي ينقذني. انا عارف حظي يا عبد الناصر. ليه يا ابني اليأس ده بس؟ بصراحه الغلطه غلطتي يعني. ده ايه الاعتراف ده يا حاج؟ انت هتردد الكلام العبيط اللي بتقوله امك؟ شوف بالعكس، انا عمري ما ندم اني كنت راجل محترم، بحب بلدي ودافع عنها وما رضاش بالظلم. بصراحه انا غلطان اني وكلت لك محامي بتاع قضايا عمال عشان يرفع لك قضيه على الجامعه، بس ابشر هتفرج ان شاء الله. ايه؟ امن الدوله بعت لك بوكيه ورد واعتذار يا اسطى؟ لا مش كده، احمد اخوك اتعرف على محاميه بتاعت حقوق انسان بتشتغل في مكتب في اسكندريه. المكتب بتاع اسكندريه ده فرع من مكتب كبير في القاهره، ودول ناس متخصصين في القضايا السياسيه ويعرفوا يعملوا شغل كويس ولهم علاقه بالصحافه والاعلام ويقدروا ينشروا ويضغطوا، وامن الدوله بيعمل حساب للحاجات دي. طبعا يابا، دول بتوع امن الدوله بيقلقوا من الحاجات دي قوي، خصوصا الصحافه والاعلام، بيعملوا لها الف حساب. بقول لك يابا، انا خلاص ماليش في الليله دي كلها على بعضها، انا رفعت القضيه دي بس عشان اريحك، انما انا خلاص في الخلعون. ايه يعني في الخلعون؟ هتعمل ايه يعني؟ هخلع البلد دي كلها من دماغي يابا، هسافر تاني. هنرجع لقصه السفر دي. تقولش يابا ان السفر مستنيني وانا اللي بتدلع، قول يا رب بس يجيلي فرصه. ليه يا ابني؟ ده انت الف من يتمناك، انت كويس، انت اولى ببلدك وبلدك اولى بيك. يابا والنبي ارحمني يابا، ما انت عارف اللي فيها. ما هو اللي مانعني من حقي في بلدي هو اللي هيمنعني منه في غيرها برضه. هو في دوله عربيه هتقبلني من غير تقرير الامن اللي هيقف في زور ام السفريه؟ عشان كده انا كل املي في بلاد بره، اوروبا يابا. هسافرها بقى شرعي، عرفي، بمركب، بطياره، معرفش، بس كل اللي اعرفه ان انا مش هسيب ولا سفاره في مصر. ولو قفلوا كل السكك في وشي هكلم خالي في السلوم وهخليه يظبط لي مع حد من بتوع الهجره غير الشرعيه. أنا مش هتقبل في مكان عشان دماغي وكفاءتي غير في البلاد دي يابا. طب والبنت شيرين هتعمل معاها إيه؟
أعمل إيه يعني؟ هعمل لازم يتعمل. هعتقها لوجه الله. هقول لها تشتري روحها وترحم نفسها من زن أبوها ومن فقري. أعوذ بالله. ليه يا ابني اليأس ده؟ مجازي البت لما تعرف إنك ناوي تصمد وتجيب محامية كويسة وتشتغل كويس تقف جنبك وألاها صندوق. أنا قايم أمشي يابا، أنا قايم أمشي. استنى أنت رايح فين؟ ما هو أنا لو سمعت الكلام ده لآخره ممكن أخش في باب عقوق الوالدين، وأنت ما ترضاهاليش يا حاج. طب اقعد كمل صيدك يا أخي، عاوزين نتعشى. الله، أنت مش جايب مشهنة معاك، أمال هتشيل السمك فين؟ وكمان ما معكش طعم. هو يعني لو كان في طعم تفتكر كنت هلاقي سمك؟ إشمعنى دي اللي هتظبط يا حاج؟ طب هالسيجارة. ما معيش. هالسيجارة من اللي معاك. طب معاك كبير. يا ريتني ما حلفت عليه إنه يجي. أنا قلت له كده من هنا راح قافل على طول. ما أنا عارفاه وعارفة دماغه الناشفة طالع لأبوه. أنا غلطانة. كان لازم اتحايل عليه واريحه في الكلام واخد والدي معاه لغايه ما اشبع حتى من صوته. انما تقولوا ايه بقى؟ حماره حماره، وهفضل طول عمري حماره. بقى ربنا يبقى بعت لحتى عندي عيل من عيالي اللي قلبي واكلني عليهم ومتشحتفه اقوم اعمل كده؟ مش احمد ربنا واصون النعمه اللي بعتها لي لحد عندي؟ لا، ارفصها برجلي وانكد بكلامي على الواد في التليفون لغايه ما يطفش. يما لا نكد ولا حاجه، ما هو ده العادي بتاعك. يا خالتي، وانا ما لاحظتش ان انت عملتي حاجه زياده عن طبيعي والله. جاتكوا القرف. لا يا حبيبتي، انا بس عايزه اقول لك ان هو يعني ما قالكيش انه مش هيكلمك تاني. مش هو قال لك انهم بعتوا له رساله على المحمول بيقولوا له لازم ينزل الميدان حالا؟ يبقى اكيد بكره ان شاء الله هيرجع يكلمك تاني. انتي بتصدقي برضو الكلام ده؟ طب استني، هي الرساله دي لما بتيجي على التليفون مش بتعمل رنه وصوت كده؟ انا بقى ما سمعتش الصوت ده، يبقى الواد بيكذب عليا عشان يخلص مني ومن زني. لا يا خالتي، تلاقيه كان عامل التليفون سايلن ولا حاجه. لا، احمد ابني ما بيعملش تليفونه سايلنت. انا عارفه طبيعي ولادي كويس قوي. وبعدين انتي وهي واقفين عاملين زي جوز الجزمة اللي ملوش لازمة وعمالين تصغروا لبعض وتتفرجوا عليا. مفيش واحدة فيكم تزغدني وتقول لي بلاش الخصلة المهببة بتاعتك دي يا فاطمة. سيبي عيالك براحتهم، ما تكبسيش على نفسهم بالنكد بتاعك ده، عشان عيالك زي أبوهم بيتخنقوا من النكد ده. يعني هو يا أمي لو واحدة فينا كانت فتحت بقها انت كنت هتسمعي لنا؟ يا ليه وهدي كانت نكدت علينا احنا. هيحصل يا اختي، هيحصل من بكرة على الله. هو بس ما يتصلش زي ما قال لي بكرة، وانتوا تشوفوا النكد اللي على أصوله اللي أنا محوشاه هنا اهو ومتعبي. ده بس يا خالتي. لا لا لا، اخرسي يا بت. يلا يلا روحي على المطبخ شوفي كنت بتعملي ايه. حاضر. وانتي مش هتخلصي أم الغسيل اللي في ايدك ده؟ حاضر يا أمي اللي تأمري، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس كنت عايزة أتكلم معاكي كلمتين. مش انتي قلتي بتحبي الواحدة اللي تتكلم كلمة حق؟ بس قبل ما اقول اي حاجه عايزه افكرك ان انتي امي اللي ربتيني وانا اتعودت عليكي وعلى طبعك، وخلاص قررت ان انا مجبره اتحملك. لا بالعكس بقى، ده انا لما اتحملك هاخد فيكي ثواب. يعني ايه يا بت؟ انتي بتمني عليا انك قاعده معايا هنا؟ لا يا اختي مش عايزه، قومي انكشحي وروحي لجوزك وبنقص الثواب اللي هتاخديه من ورايا. يا ستي ما اقصدش كده، وانا طول اقعد معاكي ولا اقعد حتى تحت رجلك؟ اسمعيني بس، انا اقصد البت الغلبانه دي اللي انتي طايحه فيها كل شويه، ما بتتحملهاش كلمه وكل شويه كسفاها وعامله لها زي ما تكوني حماتها وهي مرات ابنك. على فكره عايزه افكرك ان ده كان ممكن يحصل زمان بس ما حصلش. ومين قال لك انه مش هيحصل يا موكوسه؟ شيرين دي خلاص دخلت جوه قلبي وقعدت وتربعت فيه، وانا بقرص عليها شويتين عشان معزتها بقت زيكم بالظبط. وبعدين انا خلاص باذن الله حلمت لها حلم انها مرات محمود. مش لما يبقى محمود يجي. اوعي تنطقيها ولا تكملي لاخدك على وشك يا جزمه قديمه انت. ايه يما، وانا قلت حاجه؟ بقول لك ان شاء الله لما محمود يجي بسلامه نبقى نشوف بقى ساعتها هيوافق ولا مش هيوافق. يا بنت انت هبله، بقول لك حلمت لهم حلم انها خلاص مرات محمود، ومحمود ابني لا يمكن يكسر حلم امه. طب ما انت يا ما حلمتي يا ما فيش حاجه اتحققت. ليه يا اختي؟ مش انا حلمت لك لما اتوكستي وحبيت الراجل ابو حواجب ده واتجوزتيه؟ ها طلع عندي حق ولا لا؟ خلاص يا ما خلاص، في ايه؟
هو انت كده اللي يقول معاكي كلمه حق ما يخلصش وتزعلي وتتقمصي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه متسربعه كده ليه؟ ازيك يا امي؟ ايه يا امي مالك؟ انت كنت بتعيطي؟ لا يا روح امك، كنت خلاص هيجيلي فتاء من كتر الضحك. انت عبيطه يا بت، هي امك بقى وراها حاجه اليومين دول غير العياط؟ مالك جايه لنا بزعبيبك كده ليه؟ لا ولا حاجه يا امي، انا كويسه اهو. عارفه يا بت انت لو طلعتي جايه بزعبيبك كده عشان حكايه هبله بينك وبين جوزك هتبقى وقعتك سودا. حرام عليكي، الراجل لسه اول يوم يفتح المحل، سيبيه يسترزق وما تكبسيش على نفسه. والله يا امي عندك حق، ده بقت معجزه لو لقى بني ادم يخش له المحل يشم عطور في الايام اللي احنا فيها دي. قري يا اختي قري. استر يا رب. ايه كنت فاتحين التلفزيون؟ بقول لك ايه يا اختي، بلا تلفزيون بلا نيله، امك مش متحمله دي بقت ابو لمس دلوقتي. اه احمد اخوك اتصل بيها النهارده ومن ساعه ما كلمها وهي هتقطع عيونها. بجد يعني احمد اتصل؟ احمدك يا رب الله يطمنك. هو في ايه؟ اسكتي، كنت بتفرج دلوقتي على التلفزيون على قناه الجزيره، شفت مناظر فظيعه، شفت ناس راكبين بغال وجمال وعمالين يهجموا على ميدان التحرير وبيموتوا الناس اللي فيه، وغمام دخل ميدان المنشيه دخلوا عليه بلطجيه قعدوا ماسكين السيوف وعمالين يضربوا في الناس وكل حد. احمد اخوك قافل الخط معاها عشان راح الميدان. يا سبتي بجد. طيب انتوا بتتودودوا على ايه يا بت انت وهي؟ اه تلاقيكي جايه تستلفي قرشين من اختك حكيمانة عارفاكي. اوعي تديها حاجه يا بت يا تحيه، جوزها مش هيرد لك ولا مليم وهيفضحك قدام جوزك الواطي. الله يسامحك يا ماما يا حبيبتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول لها ولا ايه؟ لا لا ما تقوليش اي حاجه ولا كلمه سمعتي مني حاجه. قولي لي بقى، مش هتحكي لي الحلم اللي انت حلمته لي؟ عارفه يا شيرين يا حبيبتي ان انا بحبك قوي وتربعتي جوه قلبي من هنا، بس بكره فيكي قوي الخصله المهببه بتاعت رمي الودان دي. ها يخرب بيت ودانك المطرطقه دي، هملصها لك. خلاص يا خالتي خلاص خلاص. مش عايز اشتغل خالص يا شيخ، مش عارف اتفرج على اللي بيحصل. في ايه يا منى؟ امي جرى لها حاجه؟ ابويا جرى له حاجه؟ شد حيلك يا محمود، احمد اخوك استشهد النهارده الصبح من ميدان التحرير. ايه؟ احمد مين؟ احمد مين؟ اسمعي يا محمود، احمد ما كانش لوحده، شباب كتير قوي اتقتلوا النهارده في ميدان التحرير، عددهم ياما مش عارفه قد ايه. شد حيلك يا محمود، شد حيلك. لازم اشوف اخويا، عايز اشوف اخويا. بس يا احمد عايز اشوف احمد، عايز اشوف احمد.